الفرع الزاوين عشان ما نواصل. كان أبونا سدراك العنبابولة، ده من هو نجاد، كان من نجادة، كان اسمه شمروخ رمزي. شمروخ رمزي، ولما ولما ترابن لما ربنا ترابن سموه أبونا سدراك العنبابولة. فجل لما قالوا استدعى أنبار سانيوس قال لي تروح الاستدعى، فخلع الشكل وراح الاستدعى. يرحمه. طب وزك تعرفه من امتى؟ أنا أعرفه لأنه كان عندنا في الكنيسة يمكن من سنة مثلا 68 69، بعدين راح الاستدعاء ورجع. راح الاستدعى ورجع. فأنبا غابيس لما عرف إن يعني قصته كده دخله معهد ديدموس، وفي معهد ديدموس أنبا غابيس رسمه كاهن متبتل، رسمه كان متبتل. رسمه كاهن متبتل، وجابه كان بيصلي عندنا في كنيسة العذراء في المنشية الكبرى القصية. وبعد كده طبعا هو فكر قال لك طب دلوقتي لما الكنيسه دي ترسم لها كاهن انا يكون مستقبلي ايه؟ فدخل الدير المحرق. لما دخل الدير المحرق قام غصن اداله سنه اعتبروا فيها تلميذ رهبنه، وبعد كده اداله حل يصلي. ولما اترسم انبا بيمن خده معاه نجاده، وهو خدم شويه في السودان قبل نجاده. بقول لك راح القدس يا بون. وراح القدس. ما انا ما يعني طبعا بعد كده لما دخل المحرق قطعت ما صلتك عاد بيه. لما دخل المحرق يعني انا كنت بشوفه في المحرق، وكنت كان ماسك الجناين بتاعت الدير هناك اللي جوه الدير، وحتى كنت بقف وياه لما يجمعوا البلح والفاكهة يوزعها على الرهبان وانا كنت بساعده. بعد كده راح مع الام بي بقى، قدسك ما تعرفش عنه حاجه بقى. راح مع عم بيم في نجادة، طبعا عم بيم مرسومة سنة 91. كنت قدسك عندنا في الدير، طب كنت ابونا وامه كمان. لا ما انا كنت بقى يعني اترهبنت، وهو جه دير هنا عندنا يعني زياره مرتين، واول ما شافه ابونا في فلوس بيقول له صدراك، قال له ايوه يا ابونا صدراك. يا ما مش ناسينا ها ابونا لا الثلاثه. ما منسهش. ربنا يخليك لينا يا رب وسعداء بسماع صوتك. هو ابن